الرابع أخبث، وهو قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة في القلب ولو لم يصدق، إذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يصدق، هذا مذهب الجهمية جهم وأتباعه. الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه عارف بقلبه فهو مؤمن، هذا قول الجهمية وهو أخص مذاهب المرجئة. وعرفنا معنى الإرجاء وأنه تأخير الإيمان عن تأخير العمل عن الإيمان، وأنه لا يدخل في العمل، العمل لا يدخل في الإيمان، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل، ولو لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل أي شيء، ولو فعل ما فعل من المعاصي والموبقات هو مؤمن، حتى ما المعاصي ما تنقص إيمانه، لو يزني لو يسرق لو، هو مؤمن كامل الإيمان عنده، ما دام انه صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت، فإيمان أبي بكر أو جبريل مثل إيمان أفسق الناس عنده. هذا مذهب المرجئة، يقولون الإيمان بالقلب وهو التصديق ولا يتفاوت، إنما هو شيء واحد. ولهذا يقول في الطحاوية على مذهب الأحناف، يقول في الطحاوية وأهله في أصله سواء، غلط، ما هم سواء، أهل الإيمان يتفاوتون، منهم من إيمانه كامل ومنهم من إيمانه ناقص، نقصا كثيرا أو قليلا، فالإيمان يتفاوت، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليسوا على حد سواء في الإيمان. والعمل داخل في الإيمان، في حقيقة الإيمان، من تركه، من ترك العمل تركا نهائيا ولم يعمل أبدا ليس بمؤمن، أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أما من ترك العمل نهائيا ولم يعمل فليس بمؤمن. هم يقولون لا مؤمن حتى ما لو لم يعمل شيء، هذا مذهب المرجئة، اعتمدوا على نصوص الوعد، الوعد بالمغفرة والتوبة ودخول الجنة، وأولئك أخذوا بنصوص الوعيد.